السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم من وحي القلم. في هذه الحلقة نستضيف الأستاذ المختار ولي الجيلاني، هو أستاذ لسانيات بجامعة نواكشوط، وهو كذلك ناقد معروف له عدة كتابات عن الشعر الموريتاني، وهو كذلك عضو لجان تحكيم معروف في مسابقات تلفزيونية ومسابقات أيضا تجريها الجمعيات الأدبية كاتحاد الأدباء وغيره من الجمعيات الأدبية. نرحب بك أستاذ المختار الجيلاني. أهلا وسهلا. مختار هو أيضا مؤلف كتاب الخطاب الشعري الحداثي في موريتانيا، دراسة في أجرومية النص، سنحاوره في هذا الكتاب، سنحاوره كذلك حول النقد في موريتانيا، حضور الناقد في موريتانيا، نحاوره كناقد متخصص كذلك في النقد اللغوي. الأستاذ مختار الجيلاني، في البداية كتعريف عن النقد اللغوي بشكل عام تقديم. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على هذا اللقاء، و أعتذر للمشاهدين كانت هذه الحلقة قد تكون خالية من الشعر لأنهم تعودوا على تلقي الشعر في هذه الحلقة. بخصوص السؤال الذي طرحتم، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. يعني كانت هذه الحلقة قد تكون خالية من الشعر لأنهم تعودوا على تلقي الشعر في هذه الحلقة. بخصوص السؤال الذي طرحتم، فالنقد اللغوي هو النقد الذي يستند إلى منجزات الدراسات اللغوية لمقاربة الظواهر الأدبية، ويمكن أن نقول إنه هو الأصل، خاصة إذا تعلق الأمر
الثقافة العربية، فإن النقد العربية نشأ نقدا لغويا وبلاغيا، أي لغويا في النهاية، ولكن هذا النقد فيما بعد شهد الكثير من التطورات، بحيث بات متداخلا في جوانب كثيرة منه بعلوم إنسانية أخرى كالتاريخ وعلم الاجتماع وعلم النفس وغيرها. فأصبح وخاصة في بداية القرن التاسع عشر والقرن العشرين، خلال هذين القرنين أصبح النقد الأدبي نقدا خاضعا لهذه التخصصات أو لهذه المجالات المعرفية، وانفصل نوعا ما عن الدراسة اللغوية. لكن عندما جاءت البنيوية والشكلانية الروسية بات النقد الأدبي أكثر اعتمادا على جملة التصورات والمبادئ التي أنتجتها الدراسات اللسانية الحديثة بعد فردناند دي سوسير وتلامذته. ثم جاءت المدارس ما بعد البنيوية لكي تزيد من هذا التقارب وهذا التواشج بين الدراسات اللغوية والدراسات الأدبية، وقد توج هذا التقارب بظهور ما بات يعرف اليوم بالنقد باللسانيات النقدية، أو ما يعرف بلسانيات النص أو تحليل الخطاب الذي يستند بصورة كاملة على موجزات الدرس اللساني، خاصة في مجال لسانيات النص أو اللسانيات المتجاوزة للجملة كما تعرف اليوم ضمن الدراسات اللسانية. في الكتاب كتابكم الخطاب الشعري الحداد في الموريتانيات عرضتم لمستوى الخطاب النص الموريتاني، يعني كيف رأيتم النص الشعري الموريتاني بموازاة مع النصوص العربية المعاصرة؟ هل كتاب الخطاب الشعري الحداثي في موريتانيا هو محاولة لإدخال المناهج اللسانية الحديثة، خاصة منهج تحليل الخطاب ولسانيات النص، محاولة لإدخال هذا المنهج في حقل الشعر، والمعروف عالميا أن هذا المنهج ربما لم يطبق إلا في بعض النصوص الأدبية الروائية في مجال الرواية تحديدا. أما الشعر فإن المحاولات التي بذلت في هذا الاتجاه كانت قليلة ونادرة جدا، فمحاولتنا كانت ضمن هذه المحاولات النادرة. لكن نادر هل نعم؟ لماذا كانت نادرة؟ هل لأن النقاد لا يودون؟ نعم لأن الدراسة اللغوية للأدب دراسة تنطلق من بعض المسلمات اللغوية، أو قل الثوابت اللغوية، والشعر معروف أنه نوع من الهتك أو الخروج على هذه الثوابت أو هذه القواعد اللغوية العامة. فلذلك بدأ هذا المنهج أولا بمقاربة النصوص الروائية، لكن في نوع من التمهيد لدخول الحقل الشعري، وهو أصعب الحقول وأكثرها تعقيدا وضبابية، لأن الشعر أساسا يقوم على ما يعرف بالانزياح أو العدول كما يقول البلاغيون القدماء. والانزياح أو العدول هو تحديدا نوع من الخروج عن ضوابط اللغة وقواعد استعمالها، ليس على مستوى النحو والصرف، لا بل على مستوى قواعد الاستعمال وليس على مستوى قواعد اللغة. فالشعر يهتك قواعد استعمال اللغة ويقدم اللغة بوجه جديد، ويقال أنه لغة داخل اللغة، أي أنه يخرج من اللغة وجها جديدا، وما يسمى بالوجه الإبداعي. وليس ثمة علم أقدر على مقاربة الوجه الإبداعي للغة من العلم الذي يختص في دراسة اللغة وهو اللسانيات. وكيف استجاب النص الموريتاني لهذه حقيقة كان همنا الأساس عند دراسة الشعر الحداثي في موريتانيا من هذا المنظور هو الوقوف على مستوى الخطاب، أي معرفة النوايا والمواقف والتصورات الخفية التي لا يريد الشعراء البوح بها، أو ربما يعمد الشعراء على إخفائها. فمقاربة الخطاب هي نوع من محاولة الدخول من الباب الخلفي إلى الشعر لفهم هذه النوايا وهذه المواقف الخلفية.
التي تكشف إخراج وتشف المعنى من بطن الشاعر. لا، ليس المعنى الموجود في بطن الشاعر، ولكن المعنى الموجود ربما خلف الشاعر، خلف يعني يضعه خلف ظهره ولا يريد التصريح به ولا يريد البوح به، ولكن بمناهج تحليل الخطاب يمكن أن نقارب هذه الخلفيات. الخطاب في اللغة العربية يعني شبه مرادف لكلمة اللحن. اللحن واللحن هو القول، هو غير المقول، هو غير المقول، هناك المقول وهناك غير المقول، فغير المقول هو اللحن أو هو الخطاب. في القرآن الكريم يقول تعالى: ولا تعرفنهم في لحن القول، أي في ما لا يصرحون به قولا. فكان هذا هو الهدف الأساس من تلك الدراسة، ولكن لا يمكن الوصول إلى هذا المستوى إلا من خلال قياس مدى نصية الأعمال الشعرية التي كتبها شعراء موريتانيون حداثيون وأصدرها في هذه الدوام. فقياس هذه النصية هو المرحلة الأولى أو هو الخطوة الأولى، فبعد التثبت من نصيتها يمكن بعد ذلك الانتقال إلى مستوى الخطاب، أي المستوى الفكري، مستوى وحدة الفكرة المرجعية التي ينطلق منها الشاعر للكشف عن تجربته الأدبية. هذا يحيلنا للحديث عن يعني عن جماهيرية الشاعر أو خطابية الشاعر بالمعنى السطحي للكلمة. يعني ألا ترون معي أن الشاعر الآن أصبح مرغما على أن يخاطب الذوق العادي بدل أن يخاطب ذوق الإبداعي من يحاولون الغوص في النص؟ المخاطب هو جزء من الخطاطة العامة لتحليل الخطاب. لا بد من تعرف المخاطب وتعرف المخاطب، أي المتكلم أو الكاتب، والزمان والمكان. هذه أمور تداولية أو ذرائعية كما يقال، تدخل مقاربتها أيضا ضمن الاستراتيجية العامة لتحليل الخطاب. لكن أنا أعني المستوى الإبداعي لدى الشاعر الآن، الشاعر الموريتاني. الشاعر ربما أصبح بعض الشعراء وجزء الشعراء يجري خلف المقولة الشعبية التي تقول الجمهور عايز هيك، يعني لا يريد أن يبدع، لا يريد أن يقدم نصا إبداعيا مقنعا بالمعنى النخبوي إن صح التعبير، بالمعنى الإبداعي الصحيح للكلمة، لكنه يريد أن يقدم نصا من أي نوع، نص يخاطب الواقع العادية يعني لأضعف مستويات المتلقين من أجل أن يكون له جمهور عريض. لا أظن أن ثمة فرقا كبيرا بين المتلقي والشاعر. فمتلقي الشعر يفترض فيه أن يكون في مستوى منتج الشعر، أي أن الشعر هو عملية تداولية مشتركة، هو إنتاج مشترك بين الشاعر وبين المتلقي. هذا يجرني إلى عرض، اسمح لي أن أخذ دقيقتين أو ثلاثة في عرض مسألة تبدو مهمة هنا في هذا المقام، وهي أن الشعر عندنا في مراحله الأولى كان شعرا خاضعا لما يسمى بالشفاهية. بالشفاهية أي الثقافة الشفاهية، أي غير المكتوبة التي يتم تداولها سماعا وحفظا. هذه الشفاهية خلقت نوعا من الثقافة الشعبية، وهذه الثقافة الشعبية بدورها هي التي حددت الشعر وحددت وظيفته الاجتماعية والجمالية. ولكن بعد ظهور الكتابة وانتشار الكتابة والتأليف طباعة، عملت هذه الظاهرة الجديدة، أي ظاهرة الكتابة والطباعة، عملت على خلق حالة جديدة، حالة ثقافية مختلفة، وهي ما يعرف بالثقافة العالمة. الثقافة العالمة أي أن المجتمع بما في ذلك الشعراء ككل صار أو أصبح مجتمعا قادرا على تعاطي المعرفة أو في مستوى متقارب تقريبا. الجميع يتعاطى المعرفة تقريبا من نفس المنطلقات أو من نفس أو على نفس المستوى. لكن ظاهرة الكتابة أيضا هي الأخرى، سرعان ما بدأت تتراجع لصالح ظاهرة جديدة أخرى، وهي ظاهرة ما يسمى في المغرب الرقمنة أو الرقمية. فالرقمية عندما دخلت على خط الثقافة الوطنية أيضا بدأت هي الأخرى في خلق
شكل جديد من أشكال الثقافة وهو ما يعرف بثقافة الجماهيرية. جماهيرية أي أنها عملت على تقريب الهوة بين المتلقين وبين المنتجين الثقافيين، فأصبحت الثقافة ثقافة مشاعة والجميع تقريبا يتعاطاها على قدم المساواة تقريبا، وهذا ما يعرف بالثقافة الجماهيرية، أن الجميع أصبح فاعلا ومنفعلا، فاعلا في هذه الثقافة ومنفعلا بها على حد سواء. وهذه الثقافة الجماهيرية هي الآن في تطور مستمر، فمن الثقافة الجماهيرية سننتقل، أقول سننتقل في مرحلة لاحقة إلى الثقافة الجماهيرية الجديدة التي يغيب فيها المنتجون والمتلقون، ويصبح أو يتحول التركيز فيها إلى آليات الإنتاج، الإنتاج الثقافي وأشكاله وأدواته، أكثر من التركيز على المنتج نفسه. ويعني هذا يعطيك صورة واضحة عن مدى الابتعاد أو اتساع الخطوة التي قطعناها في تطورنا الثقافي، من المرحلة التي كان يهيمن فيها الأديب، كان الأديب فيها يمثل دور الدكتاتور، فهو يكتب ما يشاء ويرسله إلى الناس، فمن شاء أن يفهم، يعني أنا أكتب وأنتم تفهمون ولا تفهمون، هذا ليس من شأني، إلى ثقافة لم يعود المنتج فيها فردا من المجتمع، وإنما أصبحت إنتاجا مشتركا تتعاضد من أجله تخصصات عدة وقوى عدة وعوامل متعددة تشترك وتلتقي وتتعاون جميعا من أجل إعطاء منتج ثقافي. مثلا أفكر، وأنا أقول هذا الكلام، أفكر مثلا في النصوص الرقمية الجديدة، أكيد اطلعت عليها، النصوص الأدبية الرقمية الجديدة التي يشارك القراء أو متصفحو الإنترنت في كتابتها، مثلا نصوص الرواية أو القصة الرقمية التي يكتبها أكثر من كاتب، كل واحد يأتي بجملة سردية أو بجملتين سرديتين أو بمقطع أو بمشهد أو بصورة مثلا أو بتحليل لشخصية، ثم يأتي شخص آخر فيضيف فقرة موالية أو يعني جزءا مواليا من القصة، وهكذا حتى تكتمل، ثم يأتي المهندس فيضيف الصور والألوان والإضاءات مثلا، ثم يأتي بعد ذلك دور الناشر الإلكتروني الذي ينشر القصة بصيغة معينة بصور متحركة أو بصور ثابتة، ثم يأتي مهندس آخر، مهندس الصوت، فيضيف الموسيقى أو يضيف أصوات الريح أو أصوات حيوانات أو طيور أو ما إلى ذلك، وهكذا يكتمل تكتمل الصورة وتكتمل القصة التي لم تعد مجرد سرد لغوي، وإنما باتت عملا متكاملا أسهم فيه الأديب والقراء والمهندسون جميعا من أجل إعطائها صيغتها النهائية. القصة هنا مثال على المنتج الثقافي المشترك أو المنتج الثقافي الجماعي وليس المنتج الثقافي الفردي، وهذا هو مستقبل الإنتاج الثقافي إذا سارت الأمور على هذا النحو الذي نراه اليوم. ما رأيك في يعني في القصيدة الموريتانية اليوم بالمقارنة مع القصيدة الموريتانية التقليدية، مستوى الإبداعي ومستوى الحضور؟ لا شك أن الشعر عندنا اليوم قد أصبحت له سحنة جديدة، سحنة جديدة، وجه جديد، أصبح ذا وجه جديد، وباتت لديه استراتيجيات جمالية جديدة أيضا، وأصبح يتناول موضوعات لم تكن في صلب اهتمام الشعراء التقليديين، هذا لا شك فيه. لكن هل نجح شعراؤنا الحداثيون في تسويغ هذا الشعر لعامة القراء؟ أظن أنهم ما زالوا يواجهون صعوبة كبيرة في هذا المجال، ولا أدل على ذلك من أن الشعر الحساني أو العامي اليوم أكثر جماهيرية من الشعر الفصيح. نحن هنا نتحدث عن الشعر الفصيح، والحداثة أساسا حداثة في الشعر الفصيح، ولكن جمهور الأدب عندنا ما زال يميل إلى الشعر العامي أكثر
منه إلى الشعر الفصيح، وهذا يعبر عن أولا عن حقيقة اجتماعية، وهي أن المجتمع أن هذا الشعر العامي هو الذي يعبر فعلا عن وجدان المجتمع ويستجيب لذائقة المجتمع، الذائقة الجمالية للمجتمع، ويعبر عن حقيقة أخرى وهي فشل الشاعر الحداثي الموريتاني في تسويغ تجربته الشعرية الحداثية لجمهور القراء. ولكن الشاعر الحداثي الموريتاني قد يقول لك أنه فشل الجمهور. نعم، فشل الجمهور، يعني الجمهور المتلقي، الجمهور هو السبب في فشل الشاعر. نعم، الجمهور هو السبب لأنه لا يتكيف، يعني لا يبذل المستوى الثقافي الذي يمكنه من الوصول إلى مستوى الإبداع الذي يصل الشاعر. المفروض أن الشاعر يعني لم يجار الشاعر، لا، المفروض أن يكون لدى الشاعر درجة من الحذق والحساسية بحيث يكون قادرا على التقاط الإشارات الجمالية والتجارب الإنسانية للمجتمع وصياغتها في ثوب أدبي أو شعري قادر على الوصول إلى الناس. هذا هو المفروض في الشاعر، لا أن يطلب من الجمهور أن ينتقل إلى مستوى معين أو أن يكون قادرا على التجاوب معه في مستوى معين، فهو المفروض أن لا يصوغ تجاربه الأدبية في مكان مغلق، المفروض أن يصوغها من أصوات المجتمع ومن أحاسيسه ومن تجاربه الإنسانية واليومية. ثم على الشاعر كمثقف، وهذه مسؤولية المثقف، على الشاعر أن يكون قادرا من خلال إدماج المجتمع، من خلال دفع المجتمع إلى الانخراط في تجاربه الأدبية، أن يكون قادرا على قيادة المجتمع إلى ما هو أفضل، أن يعمل على صقل الأذواق وتهذيبها وعلى زرع القيم النبيلة والقيم الإنسانية وإحياء المشاعر والعطف والتعاون والجمال والجمال. هذه أمور يجب أن يكون يعني من مسؤولية الشاعر أن يعمل على ترسيخها وعلى تطويرها لدى المجتمع الذي يخاطبه بدرجة الأولى. جميل. إذن ما هو دور الناقد في ذلك؟ يعني دور الناقد وقت الشاعر لكي يصل إلى ذلك المستوى. دور الناقد ينتظر منه الكثير، فالنقد على مدار الزمن، النقد هو الذي يقود الحركة الثقافية والحركة الاجتماعية، وبدون نقد لا يمكن أن نتصور تطورا لا في المجال الثقافي ولا في المجال الاقتصادي ولا في المجال السياسي ولا في مجال حقوق الإنسان ولا في أي مجال من المجالات التي تهم الإنسان في حياته المعاصرة. فكل هذه المجالات لا يمكن تطويرها ولا يمكن تحسينها إلا من خلال النقد. فوظيفة النقد الأساسية، وظيفة النقد الأساسية هي أن يضيء الظواهر وأن يكشف عن الحقيقة وأن يوجه إلى ما به يمكن معالجة القضايا والإشكالات التي تواجه المجتمع في مسيرته نحو التطور والتقدم. وهذه مهمة فعلا صعبة، ولكن هذا هو ما يعطيها أيضا قيمتها ومحوريتها في الحياة الاجتماعية. ولكن لا ترى معي أن غياب الناقد الموريتاني وما جعل الكل يجرؤ على أن يكون شاعرا؟ نحن نعاني فعلا من حالة امتهان للشعر، وهذا ناتج عن قيمة كان المجتمع، قيمة خاصة كان المجتمع يعطيها للشعراء، مكانة مرموقة كان المجتمع يمنحها للشعراء، فهذه المكانة المرموقة التي منحها المجتمع للشعراء جعلت الجميع يتسابقون ويتدافعون لاحتلال هذه المرتبة وللوصول إلى هذه المكانة الاجتماعية، وهو ما أدى إلى أن الشعر، يعني هذا التدافع وهذا السباق أدى إلى امتهان الشعر، فالجميع بات يعني يدوس
الشعر لكي يصعد إلى تلك المرتبة، فتجد كل واحد يدعي أنه شاعر وهو مستعد لإلقاء ما لديه من أشعار حتى وإن كانت مبتذلة أو رديئة، مستعد لإلقائها أمام الجمهور، وترى الجمهور يصفق له مجاملة وإرضاء له وكنوع من التشجيع، لا أكثر، كنوع من التشجيع والتعبير أيضا عن حب الشعر وعن القدرة على التجاوب مع جماليته لا غير. لكن الشاعر يفسر ذلك على أنه نجاح ثم يتمادى في كتابة الشعر، وهو أحيانا يكون بعيدا عن الشاعرية. الشاعر لم يعد يعني يهتم بالمستوى الإبداعي لنصه بقدر ما يهتم بمستوى تقبل الجماهير، هذا التقبل الذي قد يكون مجاملة كما أسلفتم، هذا ما يجعل الكثير من الشعراء يكثرون من الكتابة من الغث إن صح التعبير، وبينما يقل الإبداع عندما نبحث عن الإبداع عن قصيدة جميلة يكون ذلك نادرا. نعم، عندما يركز الشاعر على العلاقات الاجتماعية ويسخر الشعر كمطية للوصول إلى مكانة اجتماعية معينة، فإن هذا بلا شك سيكون على حساب جودة الشعر، سيكون على حساب القصيدة بالتأكيد. ماذا ستقدمون أنتم كنقاد؟ هل تفكرون في يعني في غربلة هذا المنتج؟ يعني في الوقوف كشرطي مرور؟ لا، الشاعر ليس شرطي مرور. لا، أنا ناقد. عفوا، الناقد ليس شرطي مرور، هو ليس صمام أمان، وليس وصيا لينظم حركية الشعر في الله. ليس وصيا على الأدب، ولو كان النقاد أوصياء على الأدب لما كان ثمة إمكانية لتطور الأدب. فالأدب يتطور من الداخل وليس من خلال إملاءات أو توجيهات أو إشارات يصدرها الناقد. الناقد يتابع حركة الأدب ويمكن أن يؤشر على نقاط النجاح ونقاط الفشل، ولكن ليس من حقه أن يوقف هذا الشاعر أو أن يعطي الضوء الأخضر لشاعر آخر. هذا ما أعنيه، يعني غياب الناقد الموريتاني عن الساحة الموريتانية هو ما جعل هذه الفوضى تعم. وهل الناقد غائب؟ الناقد هو جزء من حالة ثقافية. يعني نحن الآن إذا بحثنا عن آخر المنتجات، آخر القصائد التي يبدعها الشعراء، لا نرى النقاد يلتفتون إليها، لا يكتبون عنها، لا يتناولونها لا إيجابيا ولا سلبيا. لنلتمس لهم أحسن الأعذار، فهم ينتظرون من الشاعر أن يقدم تجربة أخرى أفضل، ربما هم في انتظار ما هو أفضل. إلى متى يسكتون عن الرديء لأنهم لا يرون إمكانية ما هو أفضل، ربما فهم ينتظرون ما هو أفضل. لكن ما كنت أريد أن أقوله هو أن حركة النقد هي جزء من الحركة الثقافية ككل، ولا يمكن أن تكون استثناء، لا يمكن أن تكون استثناء. تحتاج الحركة الثقافية إلى سياقات، تحتاج إلى شروط اشتراطات معينة، تحتاج إلى جملة من المعطيات، بعضها معرفي وبعضها حضاري وبعضها اجتماعي أي موروث. فمن جملة هذه المعطيات يمكن للنقد أن يجد متنفسا وأن يتحرك ليؤدي وظيفته المنتظرة أو المطلوبة منه، لكن مع يعني في سياق الحالة الثقافية الراهنة لا أعتقد أن بإمكان الناقد أن يقدم ما هو أفضل، وهذه ليست نظرة تشاؤمية، وكذلك أيضا لا أنتظر من الشاعر أن يقدم ما هو أفضل، لأن الشعر هو الآخر جزء من الحركة الثقافية. ونحن نتصور دائما أن النهضة هي حدث متكامل، يجب أن تكون ثمة نهضة اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية وعلمية، ولا يمكن أن نحقق نهضة في مجال معين وتبقى المجالات الأخرى متأخرة. نحن نتطور رويدا رويدا، نتطور الهوينة، لأننا لا نستطيع أن نتقدم في مجال ونبقى متخلفين في مجال آخر. نحن ننتظر الخروج من مثلث التخلف، وهي معادلة صعبة جدا. ولكن نحن ما دمنا نحمل هذا الاسم، اسم بلد مدينة الشاعر، اسم بلد الشعر، لا يجب علينا أن نعمل نحن كمبدعين، أنتم كنقاد، لا يجب علينا أن نعمل نهضة ثقافية على مستوانا؟
ومن هنا نحن ننتظر دوركم. نعم نعم، وننتظر دوركم أيضا كشعراء وننتظر دوركم أيضا كشعراء. فالشاعر يعني يؤدي دورا مهما ووظيفة مهمة. أما الناقد أحيانا يعني يتوشس وخيفة يعني عندما يتناول شاعرا بالإيجاب ولا يتناول آخر، يصدق عليه كلام شكر جواد عيب الآخرين. علاقة النقد بالأدب اليوم يجب أن نفهم أنها لم تعد كما كانت بالأمس. كان الناقد بالأمس مثل صاحب صراف العملة، فهو يميز بين رديئها وجيدها، فيقول هذه عملة صالحة وهذه عملة فاسدة، ومنه جاءت تسمية وظيفته بالناقد. لكن اليوم الناقد يعني وظيفته أكبر من مجرد التمييز بين الجيد والرديء. وظيفة الناقد اليوم كما أشرت منذ قليل هي التوجيه وإضاءة الطريق لتحقيق تقدم أو تحسن أو نجاح في مجال معين، وليس من عمله أن يعود إلى ما هو متحقق ليقول هذا حسن وهذا هذا رديء. ومفهوم الناقد يعني الناقد الأدبي هو يعني صنف من اسم شامل هو الناقد، من اسم شامل هو الناقد، والناقد هو الذي يقوم بهذه الوظيفة سواء في مجال الأدبي أو في غيره. هناك نقاد في السياسة، ونقاد في نقاد للمجتمع اجتماعيون، وهناك يعني نقاد في كل مجال. فوظيفة النقد هي أن تؤشر على الطريق الصحيح الذي يجب أن يسلكه المجتمع للوصول إلى ما هو أفضل. صحيح. قبل أن نختتم الحلقة، نحن الآن في الدقائق الأخيرة، بودي لو تعرضنا للحديث عن التقنيات، عن الأدب والتقنيات الجديدة، تأثيرها، حضور الأدب، وهذا يعني بمرورنا على موقعكم، موقع شبكة الأدب واللغة. شبكة الأدب واللغة ألف لام، طبعا هو أول موقع موريتاني متخصص نعم في مجال الأدب، موقع يعني يهتم بالأدب ونشر فيه الكثير من الشعراء والأدباء. ما هو كيف يمكن أن تؤثر؟ هو هذا الموقع بمبادرة مني أنا وزميلي وصديقي الأستاذ الشاعر البهاول بديو، ونحن أصدرنا هذا الموقع بجهودنا الذاتية، وكان هدفنا منه فتح منبر جديد أمام الشعراء والمبدعين الموريتانيين من أجل التعريف بالأدب الموريتاني والإسهام أيضا في النهضة الثقافية من خلال نشر الأعمال النقدية واللغوية، وأيضا خدمة اللغة العربية وتطوير البحث في هذه المجالات، وهو ما زال يؤدي هذا العمل إلى اليوم بموازاته مع المواقع الاجتماعية. أنت لك صفحة للفيسبوك، لابد أنك تتابع المنتج الموريتاني الشعري، المنتج الأدبي على المواقع الاجتماعية. كيف ترى المنتج؟ كيف ترى حضوره على المواقع الاجتماعية؟ تقصد الأدب؟ الأدب، حضور الأدب. أنا كما قلت منذ قليل فإن التقنية، دخول التقنية على خط الثقافة سوف يؤدي إلى تغيرات جوهرية في بنية الثقافة، لأنه سوف يصرف الناس إلى التركيز على الأدوات أكثر من تركيزهم على المنتجين. وهذا ما تشاهده اليوم في كثير من المواقع التفاعلية، يعني المواقع التفاعلية كالمواقع الاجتماعية مثلا. فالنصوص التي تنشر بواسطة هذه المواقع تلقى رواجا أكثر من النصوص التي تنشر في الدواوين، لأن حتى الكتاب نفسه بات معرضا للإهمال وبات مزاحما من قبل هذه المواقع. فالناس يقرؤون على الإنترنت أكثر مما يقرؤون على الورق، ولذلك فإن ما ينشر إلكترونيا يكون أكثر رواجا ويتفاعل الناس معه أكثر من تفاعلهم مع النصوص الورقية، مع النشر الورقي. إذن الأستاذ مختار الجيلاني، أستاذ لسانيات بجامعة نواكشوط والناقد، شكرا لك على حضورك معنا في هذه الحلقة. اقتطعنا وقتا من وقتك تكون معنا في هذه الحلقة، شكرا لحضورك. نتمنى، نرجو أن نستقبلك في حلقات أخرى نتحدث عن الكتاب الآخر الذي تعمل عليه، لم نجد وقت للمرور عليه، ولكن
نستضيفك لاحقا للحديث عنه. نشكر الأستاذ مختار الجيلاني في نهاية هذه الحلقة، أشكر كذلك الفريق الذي كان معي، أشكركم إخوتي المشاهدين، وإلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة من برنامجكم من وحي القلم. السلام عليكم.